قصة جميلة من الأدب التركي أنقلها بتصرف. تقول القصة: سئل أحد الحكماء يوما: ما الفرق بين من يتلفظ بالحب وبين من يعيشه؟ قال الحكيم: سترون الآن. ودعاهم إلى وليمة، وبدأ بالذين يعلم من خبرته معهم بأن كلمة المحبة لم تتجاوز شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، ها؟ واشترط عليهم أن يحتسوا هذا الحساء بهذه الملعقة العجيبة. حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، فقاموا جائعين في ذلك اليوم. وقال الحكيم: حسنا، والآن انظروا. فدعا الذين يعلم أنهم يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم المضيئة، وقدم لهم نفس المعالق الطويلة طول متر. مباشرة أخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك شبعوا جميعا ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال، الآن موطن الشاهد: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا بإذن الله. فمن يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، وإن شاء الله نحسبها صح.